فاذا احنا رح ننتقل لطبقنا الاخر اللي هو زهره بروستد. والله ما رح اقولها زي الدجاج، انا شفتها صراحه ما عم بحكي لها لسه على لعلها، بتطلع عليها بقول لها هذا مو دجاج، بتقول لي لا هاي زهره. فعلا شكلها زي الدجاج اللي بنشتريه جاهز البروستد او اللي بنعمله بالبيت. المقادير على الشاشه، يلا ناخذ المقادير. زهره بلديه بروستد بنحتاج لكوب لبن، بنحتاج لعدد بيضه، بنحتاج لملح وفلفل حسب الرغبة وبابريكا، كمان بدنا لخلطة التغطية كوب طحين، ربع كوب نشا، بالإضافة للملح. يلا نركز مع بعض. هاي هي المقادير. يلا تك 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 تك. زهرة بروستد اللي هي كوب طحين، ربع كوب نشا من الكسيح، هاي ربع كوب نشا، تمام، هاي التغطية. أوكي. وبدنا نحط ملح وفلفل من الكسيح. هذا الملح الهيلثي الهملايان بيقولوا له، او البينك. البينك ملح وفلفل. اوكي نحرك التغطيه مع بعض، كوب طحين، ربع كوب نشا، ملح وفلفل، نوجه تحيه للكسيح، الله يعطيهم الف عافيه على هالمنتجات اللي اغلبها بتستخدمها الست شبه يومي بمطبخها. صح. بعدين الغلطه هي مش غلطه، هي خلطة خطيرة ما رح تخطر في بالك. لبن رايب. أوكي. اللي بتابعنا من دولة خليجية، الروب اللي اسمه عندكم روب مش اللي اسمه لبن بمصر، بمصر اسمه حليب، هذا هون لبن رايب اللي بتحكوا له روب. تمام؟ تمام. ناكله مع المقلوبة. انت بطريقك جيب معك خبز علبة لبن، هو هذا. اوكي تمام. رح نحط له بيضة بحرارة الغرفة زي ما اتفقنا، ملح وفلفل وبابريكا، ممكن كمون بصير، ملح. أوكي. وفلفل وبابريكا. اوكي. مسامر عم تسال عن الكرمل اذا في موجود بإربد. كرمل مش موجود لهلا بإربد، بس بعمان، وان شاء الله بنشوف فرع له اكيد بإربد ان شاء الله. الله يرزق الجميع. امين. رح نروح نخلط الخلطه، رح تصير معي شو؟ بينك. اللون هذا مع القلي رح يصير شو؟ لون البروستد. هاي بنقدر نعملها للدجاج كمان؟ لا. اوكي بس. اوكي هاي للدجاج بنستخدم له حليب عشان يطري. عملنا البروستد على فكره بيوم تمام. جديد بلاقوه. شايفين هذا اللون البينك في القلي؟ رح يقلب معاكي على ايش؟ على زهري، على هيك لون فاتح. بعدين رح نروح نجيب قطعه اللي هي الزهره البلديه، ورح نروح نغطها، رح اشيلها بهالخلطه، خلطه البينك زي ما انتم شايفين هيك. بعدين راح اروح انزل الزوائد، لانه هاي الزوائد راح تخرب لي الزيت. شايفين انا غطيتها كثير منيح. بعدين راح نروح على الطحين اللي عليه نشا وملح وفلفل، وارجع اغطي وزيت غزير، ودرجه حرارته بتوصل 170 تقريبا، يعني خليه حامي الزيت كثير منيح، نزل عليه الزياده، وهي احلى زهره بروستد. كمان مرة زهرة. أوكي يلا خلينا وإحنا عم نستعرض شكل الزهرة اللي غطتها الشيف علا ناخد رانيا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا رانيا؟ أهلا أهلا حبيبتي، كيفكم أنتو؟ تمام إحنا الحمد لله بخير. الله يسعدك. معك رانيا علاء من الإمارات بحكي معكم. عم تحكي معنا من الإمارات؟ يا ميت أهلا وسهلا فيكي، مبسوطين أكيد إنك عم بتابعونا من الإمارات. أكيد والله، قاعدة أنا وصحباتي من الإمارات كلهم بيحكولي ما شاء الله عليها فنانة هاي السب. فنانة فراشة المطبخ حبايب القلب. أهلا وسهلا، تحياتنا لإلك أكيد ولإلهم، صبحي عليهم. نوجه تحية على كل أهالينا بالإمارات ولا استثناء. حبيبتي أهلا وسهلا ستي. صبحي عليكي. بدي أصبح على ماما ابتسام العمري، تحية إلها ولأهلي ولبابا. نعم. وببعت تحياتي لرويا وآمنة سالم السويسي. والله يعطيك العافية كثير. والله يرجعكم بالسلامة، قولي آمين. آمين. الله يخليك حبيبتي، موفقة موفقة. يسعدك بنفسكم يا قمر. أهلا وسهلا ست الكل. حبيبتي هلا أمل. هلا يا حبيبتي. تسلمي يا رانيا، شكرا لك، تحياتنا أكيد للجميع، وأكيد وصلت التحية لأهلها، وإن شاء الله يا ربي بتلتقوا عن قريب. وهلا عم نشوف، شوفوا تفضلوا شكل الزهرة زي الدرم. عن جد شكلها زي كأنها، مش كأنها زهرة،
طب خلينا نقرقش، شو رأيك نقرقش واحدة؟ يلا أنا مش هقرقش، قرقشي أنت إذا بدك، خليني أخذ روان أنت وقرقشي. طلعوا روان صباح الخير. صباح الورد. كيفك يا روان؟ الحمد لله مشتاقة. جعبالك تقرقشي لك شي زهرة من هالقطع؟ والله يا ريت. كيف شكلهم؟ يعني ممكن تتخيلي إنه هاي زهرة؟ لا والله صح؟ صراحة إبداعات شف علام ما في منها. حبيبتي من بعدكم يا أمور. وكل شيء بلدي صراحة زاكي. جربتي طب إشي منهم؟ اليوم ناوي أجربها، عندي بصراحة جايبة زهرة بلدية. الله على الوجع يعني فيها. على الوجع. بالضبط. أنا بصراحة حابة أشكركم أو شف علا، بدي أحكي معها كمان. أنا معك قولي علا، أنا معك تدللي. كيفك يا شف علا؟ يا حبيبتي أهلا وسهلا، مبسوطة فيك. أنا حابة أهنيكي أول شيء أنت والمذيعة كمان، مش بس على إبداعاتكم بالطبخ، على أخلاقكم، على بسمتكم الحلوة اللي بتبعث التفاؤل بوجودكم شرواكم. إحنا من بعدكم يا أمر. تسلمي يا روان. ما بدنا ابداعات جديده برمضان عشان الواحد ينوع على السفره ان شاء الله. والله الورقه والقلم وبورد ابيض محطوط في هالغرفه، كل ما يخطر في بالي قصه بفوت بكتبها، برجع بمسحي، برجع اني عم بحضر لقصه ان شاء الله انها رح تكون شوي جديده. اكيد اكيد شوفوا له كل شيء انت بتقدميه اكيد رائع. تسلمي. شكرا كثير يا روان على ذوقك وعلى كلامك الحلو وعلى متابعتك. اكيد تسلمي يا رب. يا ميد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا حاطه هون صوص رانش، هذا رانش. أوكي رانش فيها تحط باربيكيو كتير زاكي، فيك تحطي كاتشب تمر. بنوجه تحيه لكاتشب التمر، احد رعاة مطبخ يوم جديد، نتمنى لهم دائما دوام التفوق والنجاح. وهينا حطيت لك بصل اخضر، وكلي وتدللي، ما حدا احسن منك. يا ريت صحه وعافيه. حمزه زواهر صوالحه صباح الخير، عم بشوف بس الاسم راح. بتقول الصبيه اريج مش عارفة اسم العائلة، بصير نستخدم زهرة عادية؟ أكيد بصير، بس هي أدسم وأنا عشان موسم يعني حبيت أذكركم فيها. ولا هو بصير طبعا. بصير أكيد زهرة العادية كمان بتصير. أم حمزة عم تسأل الزهرة مسلوقة؟ نو عشان تقرش. نو. معنا اتصال، نشوف مين معنا على الخط. ألو. أهلا، مين معنا؟ أم إخلاص من عمان. أم إخلاص. أم إخلاص يا ميت أهلا وسهلا. من عمان، كيف حالك حبيبتي؟ تمام الحمد لله، كيفك أنتي؟ الله يسعدك. يسعدك يا ربي. هاي الشيف علا معك. صباح العسل. صباح الورد يا شيخ، أسلم إيديك. بدي أنا متابعة هيني البرنامج، بس احكي لي على السريع الخلطة اللي عملتيها للزهرة. يلا حاضر، أمرك ستي على طول. الله يسعدك. أمرك يلا. هلا اكيد نرجع من عيد الخلطه. هي كوب لبن رايب وبيضه اخبارك وملح وفلفل وبابريكا، اتفقنا؟ هاي الخلطه. الثانيه اللي هي قبل القلي، كوب طحين، ربع كوب نشا، ملح، فلفل، ويعطيك العافيه. بس هاي المقادير. زي ما بنقول احنا موجودين على اللايف، اذا بدكم حتى بعد انتهاء الفقره بتقدروا ترجعوا تعيدوها. وكل فقراتنا مقطعه حسب الطبخات والمكونات، رح تكون نازله على اليوتيوب من خلال الشيف علا.